تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، بداية من العناوين. موجة أمطار غزيرة تضرب البلاد وتبين حجم الفساد في مشاريع الصرف الصحي، ونبقى في موجة الأمطار. صور حصرية من مدينة الموصل تظهر غرق أغلب الشوارع وفيضان كبير يغرق كل ما موجود في المدينة بسبب سوء التخطيط داخل مدينة كربلاء. المدينة المقدسة تشهد حوادث مرورية متكررة، وفي ظاهرة غريبة مطبخ مستشفى اليرموك في الهواء الطلق. مرحبا ضحى. مرحبا رأفت، حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أهل المدينة. تفاصيل أكثر عن أحوال المدينة وأهل المدينة تابعونا أكيد بعد الفاصل. نذكر بطرق التواصل عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة، وأيضا نذكر بالصفحة الوحيدة والرسمية لبرنامج أهل المدينة على الفيسبوك، والصفحة الوحيدة والرسمية لبرنامج أهل المدينة على موقع تويتر، وأيضا نذكر بالنشرة الكهربائية وساعات تجهيز الكهرباء بالتيار الوطني في بغداد وبعض المدن العراقية. ونبدأ من أخبار أهل المدينة. الكل يعرف أن العراق شهد في اليوم الماضيين ولحد هذه اللحظة أنه أمطار غزيرة ضربت بغداد الوسط والجنوب وحتى المناطق الشمالية، لكن تأثيرها على المدن العراقية كان بصورة كبيرة جدا. وإحنا نعرف أن الأمطار تسبب لنا أزمات كبيرة بسبب عدم الصيانة والإهمال الواضح من قبل دوائر مجاري وماء بغداد والمدن العراقية وحتى دوائر البلدية، لأنه الإهمال بدأ أن يكون واضح والفساد موجود في المشاريع الخاصة بمشاريع الصرف الصحي أو بخطوط الصرف الصحي. اليوم ديالة من ضمن المدن العراقية اللي شهدت هذا الفيضانات، اللي بغداد شهدتها بنص ساعة مطرة، لكن أن شوارع بغداد لحد هذه اللحظة مليئة بمياه الأمطار، وأيضا مناطق الجنوب ومناطق الشمالية أيضا بها أمطار والفيضانات موجودة، لكن أنه في ديالة بشكل كبير جدا. وإحنا نشوف المدخل الرئيسي لمدينة بعقوبة، هذا الفيديو اللي تشاهدونه هو أكيد من ديالة، ونشوف أنه الإهمال واضح من قبل دوائر البلدية وانسداد كل الفتحات الخاصة بالصرف الصحي أو لصرف المياه الخاصة بالأمطار. وأيضا هذه الصور اللي إحنا نشاهدها وياكم من مدينة ديالة، هذه الصور نشوف ولا شارع من شوارع المدينة أنه هو جاف، لكن أنه كلها مليئة بمياه الأمطار والفيضانات وانسداد واضح لكل المجال وكل المنهولات الرئيسية في بعقوبة وفي مناطق ديالة بشكل كامل. الموضوع موضوع الإهمال، وإحنا بين فترة وفترة يمكن حتى من فصل الصيف الماضي بدينا أنه نناشد وبدينا أنه نتحدث مع الجهات المعنية سواء كانت في بغداد أو بقية المدن العراقية واللي تابعة للحكومات المحلية بموضوع الصرف الصحي. كلها قالت إحنا عندنا مشاريع وكل إحنا مستعدين، وإن شاء الله هذا موسم الشتاء أنه ما راح نشهد لأي أزمة فيضانات أو لأي موجة أمطار، وإن كانت موجات الأمطار غزيرة جدا راح يشهدها البلاد، لكن أنه إحنا لحد هذه اللحظة مسيطرين وما عندنا أي خلل. لكن أنه من مطرت بأول مطرة شفنا المدن العراقية كلها انملت بمياه الأمطار وكلها فاضت وتعطلت أكثر من دائرة وعطلت أكثر من محافظة بسبب مياه الأمطار، وإحنا بعدها أنه بقينا الناشد ولحد هذه اللحظة الناشد الجهات المعنية بأن تكون مستعدة لحل هذه الأزمة، لأنه يكفي أنه إحنا بال 2016 ولحد هذه اللحظة إذا مطرت عندنا نص ساعة في بغداد أو أي مدينة عراقية المدينة كلها تغرق وكل شوارع تنسد والمدارس تعطل والصيفيات تنملي بالمياه وأيضا حتى الشوارع الرئيسية والفرعية. بس إحنا اللي نتمنى أنه من الدوائر المعنية أنه هي تكون قادرة على حل هذه المشاكل، ويخلونا أنه أحنا بين مطرة وأخرى أنه نعاني ونبدأ نناشد ونبدأ نرفع الصور، وهذه الخسائر اللي نشاهدها بالسيارات، لأن دائما ما نشاهد أنه سيارات بالشوارع العراقية مثل ما شاهدنا في نفق العباس في مدينة كربلاء، أيضا غرق بأكثر من 10 سيارات، وبقية المدن العراقية هم سيارات غرقت بسبب تراكم المياه اللي موجودة في الشوارع والمنازل اللي دخلت لها مياه الأمطار للداخل، وبالتالي أنه
سببت بإتلاف كل الأثاث اللي موجود داخل المنزل وحتى بقية المناطق العراقية أو المدن العراقية. احنا أمنية أخيرة نتمنى أنه من كل الجهات المعنية تعمل بشكل قوي وبجهد إضافي حتى أنه الموسم القادم، موسم الشتاء القادم، ما نواجه أي مشكلة مثل ما واجهناها بهذا الموسم. نعم طبعا المطر قد ما هو خير، لكن بنفس الوقت يبين لنا حجم الفساد اللي موجود بين دائرة المجاري وبين البلدية. يعني مجرد ما هي تمطر تفيض الشوارع وتنغلق التقاطعات، طبعا هاي كارثة. احنا في قمنا 21. ننتقل الى موضوع اخر اللي ايضا من اخبار اهل المدينة. عندنا احد اصدقاء متابعين برنامج اهل المدينة ارسل لنا صور من، طبعا هو من المحاصرين اللي موجودين في مدينة الموصل، تبين لنا من خلال الصور اللي ارسل لنا اياها حجم الخراب اللي تركته الامطار، الخراب طبعا مثل ما تشوفون الصور اللي موجودة بالجو، حجم الخراب اللي تركته بالشوارع اللي في مدينة الموصل، والسيارات اللي مقلوبة رأسا على عقب بسبب الأمطار. إنه موضوع الأمطار ليس بجديد على العراقيين، وهو نقمة بالفعل بدل إنه ما كان في السابق، والكل يتحدث عن المطر إنه هو نعمة، لكن إنه بالعراق وبسبب الفساد الواضح من قبل الدوائر المعنية، سواء كانت دوائر المجاري والماء في بغداد وبقية المدن العراقية والدوائر البلدية، لكن اليوم في الموصل نشوف فيضانات كبيرة جدا، وإنه سرعة السيول اللي موجودة في مدينة الموصل سببت بانقلاب أكثر من سيارة، وإحنا شاهدنا شوارع مدينة الموصل من خلال الصور اللي انعرضت هي كلها مليئة بالمياه، ويمكن لحد هذه اللحظة أنه حالها حال بقية المدن العراقية، يعني لا المدن اللي هي خارج سيطرة الحكومة أنه ما تغرق، ولا أنه المدن البقية اللي هي تحت سيطرة الحكومة وتعمل بها الحكومة أيضا خالية من مياه الأمطار. كل المدن العراقية بسبب الأمطار وبسبب الفساد الواضح عند المسؤولين والسياسيين وكل هذه الصفقات المربحة لهم ولكن المخسرة لكل العراقيين، هي سببت لنا بهذه المشاكل اللي شاهدناها من ديالى ومن الموصل، وأكيد بقية المدن العراقية لها حصة كبيرة من المياه المتراكمة، مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع وحتى الدوائر الحكومية. أروح لموضوع آخر، موضوع اللي راح نروح له كثرة الحوادث المرورية اللي دائما نتحدث عنها بسبب السرعة وخاصة ما تكون بالطرق الخارجية، لكن اليوم الموضوع اللي راح نتحدث به في مدينة كربلاء المقدسة، هذه الحوادث تكون داخل المدن وبالشوارع الرئيسية، لكن الداخلية اللي هي ما تعتبر من الطرق الخارجية الغير معبدة، لكن أيضا في كربلاء، كربلاء الخير، كربلاء المقدسة اللي فلوسها واللي الأموال اللي تدخل لها بسبب السياحة الدينية وبسبب الأموال الطائلة اللي موجودة بضريح الإمام الحسين عليه السلام والإمام العباس، لكن للأسف أنه مدينتهم أصبحت بهذا الحال وبهذه الشكل المؤذي والمأساوي. اليوم نشوف عدم تخطيط من قبل المحافظة لشوارعها، وأيضا نشوف عدم الاهتمام بالمشاريع اللي هي تكون خاصة بالمجسرات، يعني كل المجسرات اللي انوجدت في مدينة كربلاء وحتى المدن العراقية هي غير مجدية وغير أنه منفعة لكل الناس اللي سابقا توقعوا أنه هذه المجسر أنه راح يكون بفائدة لكل أصحاب المركبات حتى يخففوا الازدحام، لكن بسبب أنه عدم انسيابية سير المركبات أو الخطأ بالرسم الهندسي سبب كثير من المشاكل. وقبل قليل تحدثنا أيضا عن موضوع نفق الإمام العباس عليه السلام في المدينة، لكن انه ايضا هو من ضمن اللي تعرض او من ضمن المشاريع اللي بها اخطاء هندسيه كبيره، وايضا شاهدنا هذه المواضيع اللي موجوده في كربلاء، الاستدارات اللي هي كل 20 متر او 30 متر انه اكو استداره، وبالتالي انه سبب حوادث كثيره لاصحاب المركبات اللي موجودين في مدينه كربلاء المقدسه. بالنسبة لمدينة كربلاء، مدينة كربلاء يعني بحد ذاتها هي مكان ضيق، سواء كانت المدينة القديمة أو الأطراف اللي يعني المحيطة بالمدينة القديمة، نتيجة ضيق الشوارع أو ضيق يعني مساحات، يعني مساحات فاضية لتوسيع الشوارع لا توجد في مدينة كربلاء حاليا. هذه من جهة. الجهة الثانية أعداد السيارات هائلة، يعني ماكو تنسيق معين. عندك مثلا محافظة بغداد سووا زوجي او فردي او سووا نظام يعني الزوجي والفردي او التاكسي، هيك يعني تمشي بعموم يعني على طول الوقت. بالنسبه لمحافظه كربلاء اي اجراءات من قبل الحكومه المركزيه يعني حاليا ماكو لتفادي هذه الحوادث. هذه فقره. الفقره الثانيه
بالنسبه للدراجات يعني هم لها فد نصيب يعني اوفر بهذه الحوادث. يعني مو صدق الشوارع تصميم خطا والاستدارات هاي والمطبات. استاذ اكيد هذا التصميم هو سابقا زين، انت حاليا هسه تريد توسع، شلون تقدر توسع بنايات ونفس المحافظه او مساحه المحافظه هي نفسها ضيقه، انت هسه تقدر تقيس على داخل المدينه القديمه يعني ضيقه الا في حاله توسع، او بالنسبه للتخطيط الجديد مال المحافظه احتمال انتم مطلعين عليه يعني تصير شوارع حوليه وتصير فت يعني هو تصميم يعني موجود حاليا نقدر تطلعون عليه. طبعا تعاني محافظه كربلاء من كثره الحوادث المروريه التي تصل الى المستشفيات، طبعا السبب اولا بسبب انعدام النظام المروري وقله الخبره المروريه لدى السائقين، اضافه الى الشوارع تكون اغلبها غير معبده بسبب تعطيل المشاريع والطسات وفتحات المنهولات التي غالبا ما يتركها المقاولون بعد صيانة الشوارع، وكذلك الفلك الموجودة والاستدارات التي دائما تكون يعني غير منتظمة الشكل، وخصوصا في شارع باب طواريج وشارع سيف سعد ايضا يعاني من هذه الظاهرة وكثير من الشوارع الرئيسية في المحافظة. طيب الفلكات هاي الاستدارات شنو طبعا هو نتيجة أكيد يعني مجلس المحافظة أنت من تباع لها بالخارطة، هي مخططيها بشكل حلو مصممة ونافورات وشارات مرورية، بس من تجي إلى أرض الواقع يعني تلقي الأمور كلها تختلف عن هذا الشيء، لا أشوف شارات مرورية، لا أشوف بها قلوبات أو إنارة، شوفها يعني منها مستديرة منها منحرفة، يعني ما تعرف مين تبدي ومين تنتهي ما تدري. مدينة كربلاء تعاني من اكتظاظ في حركة السير بسبب اغلاق الكثير من الطرق بعد عام 2006 بسبب الاوضاع الامنية والتهديدات اللي تصيب محافظة كربلاء باعتبار هناك مدينة الامام الحسين ومدينة الامام العباس ومواسم الزيارة، لكن بعد الان فتحوا جسور وطرق كان عملها غير منظم. انا باعتباري مهندس اوجه نداء الان للحكومة المحلية، أنا مستطيع أن أعطيكم خبراتي وبالمجان في تسهيل عملية تنظيم يعني المرور. أريد يعني سبب الحوادث اللي تصير شنو؟ يعني الفكات الاستدارات من هذا الباب يعني. التصميم كان بشكل خطأ ولم يكن تصميم بشكل مدروس لكل المدينة، هي نفس الطرق لكن تم في المكان وضع مجسرات وأغلبها الآن قطعوا أسفلها فهي ما تؤدي الدور اللي وضعت أصلاً من أجله، وأصلاً موضوعها ما كان مدروس بشكل صحيح، فالشوارع الآن وزيادة عدد السيارات الغير منظم أيضاً ومواسم الزيارة كل هذه عوامل أدت إلى كثرة الحوادث. طبعاً سبب هاي الحوادث نتيجتها أنه عدم وجود خدمات، نتيجتها عدم وجود انتباه من بعض المواطنين او لا الخدمات مثل الشوارع، بعض عندك بعض النفقات هي خطا تصميمها الهندسي خطا، يعني عندك نفقه مجسر العباس يعني هذا اللي على الشاير هذا اكبر، هو اكبر تصميم النفق اكبر خطا يعني واللوفه جدا كبيره ويعني هذا طبيعي يصطدم، فاعتقد هذا اكبر خطا، هذا من الناحيه الهندسيه احنا نحكي، هذا من ناحيه الهندسه هذا فاشل هذا النفق. لين تجي من ناحيه ان الشوارع اغلبيتها ما مبلطه، كثره الاستدارات اللي موجوده بهذه الشوارع حدث ولا حرج الاستدارات، بتعرف يعني كل تقريبا كل 20 متر 30 متر استداره، يعني هذا مو منطق، هذا مو عقليه مهندس اللي صمم الشارع. فاحنا اليوم ندعو كافه المواطنين وندعو الحكومه انه تهيئ اليه جديده تفرض النظام تفرض القانون المروري. اليوم نشاهد حوادث يعني حد يعني ما تنوصف، خاصة حوادث الدراجات اليوم وغيره لازم هاي توضع على حد، انت يعني انت مو المشكلة انه تعاقبه بالدراجة وتاخذ اوراقه، المشكلة توضع حل. يعني ما اعرف احد منين يبدي يسولف عن هذه الكارثة بحق مدينة كربلاء، لانه لو بي غير مكان يمكن كان قلنا اوكي الموضوع جدا طبيعي، لانه هما الواضح من قبل
الدوائر الخاصه بالطرق والجسور، وهذه المواضيع اللي دائما نحن نخليها او نخليها بشماعه الاخطاء اللي موجوده عند الحكومه، اللي هي شماعه الازمه الاقتصاديه او التقشف اللي موجود. دائما ما نحكي بموضوع قال والله التقشف وغير قادرين على حل هذه المشكله، لانه ميزانيه المحافظه وميزانيه الوزاره غير مكتمله تجينا من البنك المركزي او من وزاره الماليه، وهذا الموضوع انه خليه على صفحه. لكن انه موضوع كربلاء، موضوع كربلاء اعتقد انه عندها ميزانيه وعندها فلوس خاصه بالعتبتين المقدستين انه تكفي العراق بعد يمكن 6 سنوات او 7 اذا مو اكثر من 10 سنوات. يعني ما معقوله انه مدينه الحسين تكون بهذه الصوره، المفروض انه تكون من اجمل المدن بالعالم كله، هذه المدينه لمكانتها المقدسه، لتاريخها بالعراق، لارضها، لناسها اللي موجودين، ولكثره الناس السواح اللي تجيها من كل دول العالم، لازم تكون مدينه مميزه. ليش؟ لانه بها حفيد رسول الله، وبالتالي انه احنا هامليها ومخلين الفلوس ما اعرف وين تروح وما اعرف منو يصرف بها، سواء كانت الفلوس الخاصه بها العتبه والفلوس اللي خاصه بمحافظه كربلاء. يعني الجهتين هم عندهم فلوس، لكن انه المدينه شفنا لا طرق معبده، لا اكو تخطيط للشوارع. يعني موضوع الجديد اللي صاير بين كل 20 متر و30 متر استداره، وبالتالي انه راح تسبب عرقله واضحه بسير المركبات. والشيء الثاني انه هذه المطبات اللي هي غير قانونيه، زين، صايره مطبات مو صناعيه، مطبات طبيعيه بسبب الحفر اللي موجوده بالشارع، بسبب مياه الامطار اللي دائما تكون متراكمه بالشوارع، تحفر هذا التبليط اللي هو جابوه بصفقات فاسده مع مقاولين فاسدين، وبالتالي انه بس انه يمشون الموضوع. يعني احنا مو كان ما انه قبل فتره انه انتشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي انه الميزانيه الخاصه او الفلوس الخاصه بالعتبه المقدسه الحسينيه انه يشترون بها بيوت للايتام بباكستان، مو كان ما انه نروح نصرفها بباكستان، خلينا نصرفها على مدينه الحسين حتى نظهر هذه المدينه ونظهر صوره جميله لكل العالم، لانه المدينه هي بالفعل انه جميله، لانه بها هذه بها مرقدين يعني مقدسين لدى العالم باجمعه. فنتمنى يكون اكو اهتمام من قبل المحافظ ومن قبل كل الجهات المعنيه حتى انه يهتمون بمدينه كربلاء وبقيه المدن العراقيه اللي تعاني الامرين بسبب الاهمال الواضح وسبب الفساد. نروح لموضوع اخر ايضا، موضوع الفساد اللي احنا عدنا مسيطر علينا بكل مفاصل الحياه، سواء كانت بالدوائر الحكوميه او الغير حكوميه، وحتى الحياة الاعتيادية للمواطنين هي بها فساد، لأنه ماكو مواطن يروح لدائرة معينة إذا ما أنه يبتزونه ويأخذون من عنده رشوة حتى يكملوا له معاملته، وبالتالي أنه حياتنا كلها مبنية على فساد وفساد. موضوع مستشفى اليرموك، يعني مستشفى اليرموك لو يلغوها، لو ما أعرف يخلون عليها شمع أحمر، يسدوها بشمع أحمر حتى أنه واحد يرتاح، ليش أنه بين يوم ويوم نشوف مشكلة كبيرة على مستشفى اليرموك؟ مستشفى اليرموك بالسابق كانت يعني قبل يومين أو ثلاثة عرضنا فيديو يظهر الحمامات او المرافق الصحيه للمستشفى مهمله ومليئه بالانسداد، يعني مليئه بالقذاره اللي موجوده، وبالتالي انه حتى النفايات اللي خاصه بالمرضى وبالراقدين هي تجي لهذا المكان النفايات. ليش؟ لانه ماكو عمال خدمه موجودين بهذه المستشفى، ومن نحكي مع وزاره الصحه راح يرجعون ويقولون انه اداره مستشفى اليرموك صارت على مجلس محافظه بغداد، نروح لمجلس محافظه بغداد ونطلب من عندهم ان يرجعون مستشفى اليرموك ضمن اطار وزاره الصحه، ولحد هذه اللحظه ماكو اذن اللي تسمع ولا عين اللي تشوف الاهمال الواضح في مستشفى اليرموك. مستشفى اليرموك نشوف الطبخ مالته ونشوف المطابخ اللي خاصه بمستشفى اليرموك، يعني من اللي يقبلها؟ وزيره الصحه او وزير الصحه، واللي احنا ما نعرف هسه من الوزير، تغير باقي نفسه، جابوا لنا واحد بالكابينه الجديده، وافقوا عليه او ما وافقوا عليه، هذا كله احنا بعدنا ما نعرفه، بس نتمنى انه من اللي موجودين بالوزاره، من اللي موجودين باداره المستشفى، اللي موجودين بمجلس المحافظه، ويقولون هذه المستشفى تابعت لنا، خلي يشوفون شنو هذه الكوارث. يعني معقوله انه مريض ينطونا اكل ويطبخونه بهذه الطريقه بالهواء الطلق بساحه مليئه بالنفايات، نشوف بالصوره انه حاويه جدا قريبه من الطباخات هي مليئه بالنفايات، ونشوف صندوق الطماطه وين مشمور، يعني لا الطباخ نظيف، لا الجدر نظيف، لا اعتقد حتى الزيت والمواد الاخرى هي غير نظيفه. يعني وين اللجان الرقابيه لاداره مستشفى اليرموك؟ وين الناس اللي عندها ضمير؟ وين الناس اللي عندها غيره واللي تريد تحافظ على ارواح المواطنين وارواح المرضى اللي ساكنين واللي راقدين بمستشفى اليرموك اللي هي في بغداد، واللي تابعه خلينا نقول اللي تابعه لمجلس محافظه بغداد، ما تابعه لاداره صحه الكرك. نتمنى انه من وزاره الصحه او من الاداره نفسها انه واحد يطلع ويقول يابا، بلكي انه على الاقل يقنعونا، يقولون انه هذه الصور مو بالمستشفى، بس احنا متاكدين بالمستشفى لانه وصلت لنا صور من احد المرافقين لمريض راقد بمستشفى اليرموك.
في بغداد، فنتمنى انه حلها باسرع وقت ممكن حتى انه نتخلص من مشاكل مستشفى اليرموك وبقيه الدوائر الصحيه في العراق اللي تابعه لوزاره الصحه العراقيه، اللي احنا بقرن ال21 بعدنا نعاني من الهمال بعد انه ما كانت انه وزاره الصحه ترفد كل الدول العالم باطباء ذو خبره وذو كفاءات عاليه وعقليات جيده انه تعالج المرضى بدول العالم. اسمع اليوم انه احنا صرنا لا كفاءات عندنا ولا اطباء يشتغلون بضمير، ولا انه عندنا ادارات تهتم بروح روح الانسان والمواطن العراقي. نعم، هذا اللي شفناه من في مشفى اليرموك ابدا ما مقبول ومرفوض تماما. مشفى اليرموك مؤسسه صحيه كبيره ونتمنى اللي نشوفه يكون غير. ننتقل الى موضوع اخر، عندنا مناشده من احد العوائل اللي موجوده في مدينه بغداد بالبحث عن رجل كبير بالسن، علما انه هذا الرجل الكبير هو فاقد الذاكره وبنفس الوقت انه عنده ضعف بصر، هو اللي هو اسمه علي محمد حسن عيسى. علي محمد حسن عيسى اللي تشوفوه امامكم بالصوره، نتمنى اللي يعثر عليه يعني اللي يشوفه او يعرف اسمه او يوصل لاي خبر عن هذا الرجل المفقود يتواصل ويانا عن طريق التليجرام او عن طريق صفحه البرنامج او موجود الرقم اللي موجود امامكم بالشاشه. يعني احنا نتمنى من الساده المشاهدين اللي يشاهدون برنامج اهل المدينه واللي اكيد وصلت لهم هذه المناشده حول الرجل اللي فاقد للذاكره وايضا يعاني من ضعف بالنظر اللي خرج من بيت اخته بمنطقه حي الاعلام، ونتمنى اللي يتعرف عليه وايضا انه شاهدنا هذه الصوره اللي موجوده بهويه الاحوال المدنيه له، نتمنى انه من يتعرف عليه او من يعثر عليه باحدى الاماكن العامه او الخاصه او بالقرب من احدى الدوائر الحكوميه، خلي يحاول انه يكتب لنا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت التليجرام او موقع الفيسبوك، ونتمنى انه نرجع سالم الى اهله لانه معروفين احنا العراقيين بمحبتنا لبعضنا، وان شاء الله دائما نبقى نساعد بعضنا وما نخليهم يحسون بمأساة او بحزن بسبب فقدانهم لاحد افراد العائله، وهذا املنا كبير بالساده المشاهدين وبكل اهالي المدينه اللي يتابعونا من قناه الشرقيه. نروح لموضوع اخر وموضوع كارثي وموضوع مهم وعلينا انه نطرحه على وزاره الصحه انه تكون كلها عباره عن اذان صاغيه انه تسمعنا وبعدين انه تنفذ، تجي تنفذ، لانه احنا عندنا الموضوع اللي صار قبل فتره، موضوع اللقاحات اللي هي خاصه بشلل الاطفال المنتهي الاكسباير اللي كان مكتوب عليه 4/2016، ومن حكينا ويا معاون مدير دائره الصحه العامه قال انه ما عليها اشكال وهذا تاريخ الانتهاء مالته 30/4، وبقت وزاره الصحه وبقت دوائر الصحه اللي موجوده في كركوك وبقيه المدن العراقيه تعاند وتوقف وتعمل كمحامي، تركت مهنه الطب وعملت كمحاماه حتى انه تدافع عن وزاره الصحه اللي وزعت لقاحات منتهيه الصلاحيه او غير صالحه للقاح. اليوم جتنا بكارثه جديده بمستشفى الكندي، قبل قليل كنا نتحدث عن مستشفى اليرموك اللي كانت هي خارجه عن اطار دائره الصحه، زين مستشفى اليرموك هم خارجه عن دائره او عن اطار دائره صحه الرصافه، اكيد ما خارجه واكيد انها تعمل ضمن نظام وزاره الصحه، واللي شاهدناه او اللي نشاهده بالصوره هذه ابره الانسولين اللي خاصه بمرض السكري، اليوم راح احد المراجعين اللي مصاب بمرض السكري واللي يعاني من مرض السكري وراح استلم هذه الوجبه العلاجيه وانطوا انسولين من تهلك سباير من شهر الواحد، يعني مكتوب عليه 1/2016، زين هسه هم يطلع واحد من وزاره الصحه او من دائره الصحه العامه ويقول بعد مو بدايه شهر الواحد 30/1 او 1/2 يلا يخلص، هسه احنا بشهر الرابع وقريبين على النصف الثاني من شهر الرابع، فيا ريت انه يكون اكو رد من قبل وزاره الصحه، ذيك او ذاك الموضوع بالفتره الماضيه قالوا انه بعد ما منتهي 30/4 وبقوا يدافعون عن وزاره الصحه ويدافعون عن شركه كيماديا اللي هي تجهز 80% من احتياجات وزاره الصحه، لكن انه هذه الانسولين زين من وزعوه ما شافوا الموجود الصيدلاني بالمستشفى، ما شاف انه منتهي الاكسباير، ما قدر يكتب لادارته، ما قدر يكتب لاداره المستشفى يابا ترى انه انا عندي الانسولين منتهي منذ 4 اشهر، زين ماكو واحد عنده ضمير، ماكو واحد انه يحس
بمعاناة المواطنين ويعتبر واحد من عائلته مصاب بمرض السكري وينطونا هاي الأبرة ويروح يدافع عن الناس المصابين واللي استلموا الإنسولين من تهلك سباير. خلي شوية واحد يشغل ضميره. أنت تستلم إذا تشتغل بمستشفى الكندي أو بدوائر الصحة وتأخذ راتب وهذا واجبك، إنه عليك إنه تتم عملك ب يعني أتم الأوجه إنه تكون تشتغل بضمير. ليش؟ إنه أنت اليوم موجود عادي تشوفه وتنطي، يعني ما أعرف إنه وزارة الصحة مالتك، يعني وزارة الصحة تابعة لعائلتك وحتى تخاف عليها. هذه وزارة الصحة وهي واجبها أو دورها إنه تحافظ على أرواح المواطنين اللي مصابين أو اللي يعانون من أمراض بسيطة أو مزمنة. ليش إحنا اليوم نجي، يعني أنت الصيدلاني ليش اليوم تجي وتنطي هذا العلاج المنتهك إسبار لأحد المرضى اللي هم من كبار السن اللي هو لا حول ولا قوة، لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب ولا أنه يعرف يشوف لك إسبار؟ أكيد أنه هو يعاني من ضعف النظر وما شافه، أخذ البيت أنه أخذ لأحد الأقارب اللي موجودين حتى ينطي الإبرة الإنسولين، لكن أنه أتفاجأ أو لقى أنه لك إسبار مع الإنسولين منتهي منذ 4 أشهر، يعني من شهر 1/2016. يعني وزارة الصحة ما أعرف لي وين تريد توصلنا، ما أعرف شنو اللي ببالها. ما أعرف أنه واحد من يشوف أعمال وزارة الصحة بهذه الطريقة، الخدمات معدومة من المستشفيات، العلاجات غير متوفرة، اللقاحات من تهلك سباير، اليوم الإنسولين من تهلك سباير، وكأنه يشعر أن وزارة الصحة تريد تسوي إبادة جماعية لكل المواطنين يراجعون مستشفياتها. يعني إذا ما تريدون أنه تخلون صحة بالعراق فخلاص ألغوا وزارة الصحة، ليش تخلونا أنه أمانين مانين علينا انه وزارة الصحة ولها مخصصات وكوادرها والدرجات الوظيفية وكل ما يحكون انه وزارة الصحة وزارة الصحة؟ زين وين عمل وزارة الصحة؟ يعني يا ريت انه واحد يطلع يقول هذا عمل وزارة الصحة، نقول له هذا موجود او ما موجود. يمكن اللي موجود هو المحسوبية والمنسوبية، وبالتالي انه حتى المرضى اللي يعانون بسبب او المصابين بسبب الانفجارات اللي حصلت بالعراق عامه انه يتوعدوهم ويقولوا لهم نسفركم خارج العراق حتى تتلقون العلاج، لكن العلاج ما ياخذونه بالشكل الصحيح ويبقى بالواسطات والمحسوبيه والمنسوبيه. اللي عنده واسطه يروح للجنه يمشيها ويدفع فلوس يمشيها حتى يعالجونه خارج العراق. لكن انه اليوم انه احنا نتمنى أن يكون اكو تركيز اكثر على الادويه وعلى العلاجات اللي هي منتهيه الصلاحيه ويحاولون يرجعوها للشركه، اللي يخافون يزعلون الشركه لانه ما تنطيهم بعد عقود ولا تنطيهم نسب زايده من مئات الاف الدولارات، ما راح تنطيهم. فحاولوا ان تضوجوها وترجعونها عليها العلاجات حتى انه المواطن يرتاح ويحس انه فعلا انه اكو وزاره اسمها صحه، بدل انه ما او حاليا هسه هي الوزاره اصبحت وزاره المرض او وزاره الموت، لانه ما عندنا صحه. الصحه عليها خط اسود مثل ما ذكرنا قبل ايام، ولحد هذه اللحظه بعد وزاره الصحه عليها خط اسود، يعني توفت في عداد الموتى. واحنا نتمنى انه من الحكومه القادمه، لان ما نعرف انه شنو التغييرات، نتمنى من الكابينه الوزاريه القادمه واللي راح يكون وزير للصحة انه يعمل بشكل مهذب وبعيد عن الرشوة ويشتغل بإنسانية وبضمير حتى انه يرجع وزارة الصحة مثل ما كانت بالأيام السابقة في العراق. ننتقل إلى موضوع آخر اللي هي مشكلة خطيرة مؤخرا في العراق، من خلال تقرير اللي عدلنا براسلنا في مدينة بابل، اللي هو اتفاق دوائر البلدية مع المستثمرين بإعطائهم أرض خضراء كمشاريع استثمارية، وهذا يخرب الحارات اللي موجودة في المدينة والأهالي احتجوا. تفاصيل أكثر خلونا نتابع بهذا التقرير. هذه القاع هي عبارة عن أرض خضراء، يعني متنفس الوحيد لأهالي محافظة بابل وخصوصا مركز المحافظة. في ليلة وضحاها احنا ندري هي هاي القاع هي للأوقاف تابعة طبعا، وسابقا تابعة للبلدية، ونزاع يعني يعني قبل سنين قليلة يلا نحل النزاع وانحلت للأوقاف. أنا بالنسبة لي صاحب صيدلية الدور المكنون، يعني أنا ما صار لي أسبوعين من انفتح الصيدلية بالجديدة، لأن سويت عليها في التحديث وتوسيع للصيدلية. إجوني يعني أنا أول يوم دا أغسل بالصيدلية دا أفتحها، كان يقولوا لي خلال 3 أيام أنتوا لازم تفرغون هذه الساحة، أخذها مستثمر فلاني. زين؟ يابا شنو 3 أيام؟ على أي أساس؟ يعني هي هذا الحكي لازم، هذا أنا يعني الصيدلية يراد لها يعني تفريغ، يراد لها بالقليل 6 أشهر سنة لازم إنذار يا الله واحد. يعني يتمكن ان يلقى مكان ثاني ان يشوف وضعيته، لان احنا ادويه حساسه يعني.
احنا ماجريها طبعا. جيد، مين ماجرها؟ مستاجرها من ابو الملك. جيد. اي طبعا. زين؟ اقصد يعني مو من جهه رسميه. لا لا، مو من جهه رسميه طبعا. بس هي هاي القاع اصلا اهل الاملاك كلهم يعني ينطون اجار سنويا للاوقاف. اجار سنويا يعني للاوقاف. عاديه المحل للاوقاف. لا لا، مو المحل استاذي، الساحه هاي عاديتها للاوقاف. بس ما احنا ندفع لهم هذه الساحه مقابل انه عقد انه نستغلها كساحه خضراء وجماليه للمنطقه. وليس بس ممر للمحل، يعني كجماليه للمنطقه وساحه خضراء ونستغلها مات كجراج للسيارات. يا اخي احنا بدينا اجينا ما صار لنا سنه قعدنا هنا. زين، اجينا قعدنا سوينا مشتل واحنا على باب الله وملاحقين وين ما نروح، قعدنا عشط اكو مكان هناك عشط، عندنا مشاتل شيلونا البلديه. مو احنا يعني احنا نا كسبة اجرت هنا انا، احنا اجرنا من هذول البيوت اللي هم مجرين من الاوقاف اصلا، يعني احنا ناس كسبة. زين، احنا شهادات ما تعيننا، فظلينا ندور على مصدر رزق، فهذا مصدر رزقنا هذا المشتل صغير، يعني يا دوب يعني يصير مشتل قوه مسوي مشتل، واحنا على باب الله وعلى شارع 40 ضايقنا، تعرضنا لتهديد انه يشيلون، لازم يشيلون مننا، لان اجى مستثمر بده يسوي لنا استثمارات هنا. زين، هاي الاستثمارات ما تجي الا على ارزاق الناس، يعني هاي الحله الواسعه ايش قد ايش كبرها، وهاي الاراضي الشاسعه ما يستثمرون الا على حساب الناس. هذه المسافه قصيره ما تعدى 16 متر يصير بها استثمار، اصلا هي كانت ارض خضراء وحلوه ومزروعه وتعبانين عليها، وهم الاهالي اهل اصحاب البيوت والناس كلها تجي هنا، فمنطقه حلوه ناس تجي تواوع مشاتل. انا واحد من سكنة هذه المنطقة بالبيوت المطلة على جهة شارع 40 بالذات، يعني المعروف انه هذا الشريط الموجود امامكم اللي هسه عليه النزاع هو شريط اخضر تابع للاوقاف والشؤون الدينية، يعني في احدى الظلمات واحدى الصفقات اللي عقدت بين السياسيين يعني بالذات تم إحالة هذه الى مشروع استثماري، والمشروع الاستثماري بيسين من الناس. الحقيقه الكل يعرف انه المشاريع الاستثماريه يجب ان تعلن، واهل المنطقه اكيد اكثر الناس يعرفون بالمشاريع الاستثماريه انه يجب ان تعلن باعلان نعم، وتكون علنيه ومزايده او باي طريقه اخرى. هنا الموضوع يعني ادى الى استخدام الناس اللي اخذوا هذه الاستثمار الى استخدام القوه واستخدام الظلمه، يعني الساعه 3 بالليل اتفاجئ بصوت، وانا قلت لك واحد من الناس اللي ساكنين على جهه شارع 40 بالذات، اسمع صوت اليات يشتغل الساعه بالثنتين بالليل، الساعه بالثنتين بالليل، يعني هل يجوز ان تشتغل في منطقه سكنيه الساعه بالثنتين بالليل لوريات وجرافات وبوكلينات؟ هذا ما اعتقد هذا الموضوع يعني الى نوع من الشرعيه. هذا الموضوع انا بنفسي طرحت الاوقاف، انا عندي عقد احد المستاجرين من الاوقاف، فمن رحت للاوقاف قالوا احنا اي مشروع يصير استثمار، اي مشروع او حاله بيع اجي اتفق وياكم، ادز على انتم الابدا، ادز عليكم واتفق وياكم، اذا ما رتوا بذاك الوقت انا علنا متفقين على هذا الموضوع. دا نسدد هاي السنه 2016 دا نسدد، لقينا ان المشروع ماخوذ. انا اللي ادري بيه، انا موظف، ما اقول يعني بالضبط موظف، انا اللي اعرف هيئه الاستثمار المفروض بنسوي مشروع تنشر تسوي فد لافته كبيره تقريبا قد هاي، نقول هاي اللافته اللي ورانا لحد ما ينجز المشروع، ويقولون مثلا يابا هيئه استثمار اعلنت مشروع كذا بكلفه كذا بكذا بكذا بكذا. بلغوكم اقول لها ما بلغوكم؟ ما بلغونا نهائي، صار المشروع ورانا باطل مع احد الكبار المسؤولين بالمحافظه وشخصيات معروفه بالمحافظه، واحنا ان شاء الله نصرح عن هاي الشخصيات منعوفها. باقيين نعم باقيين لحد ما شوف لنا يعني فتشار لهذا الموضوع. يعني موضوع الصفقات السياسيه اللي لحد هذه اللحظه تحارب المواطن وتحاول انه تقطع رزقه بكل الوسائل او بكل الاشكال، ما اعرف ليش انه دائما يحاولون يحاربون المواطن، يعني المواطن انه اذا شوف اذا يسترزق من هذه الارض، وهي المتنفس الوحيد لاهالي شارع 40 في الحله، يروحون ويتجولون بهذا المكان. ليش؟ لانه منطقه خضراء ومزروعه النخيل وكذا ومهتمين بها الاهالي، واعتقد انه اصحاب المحال اللي موجوده هم مستاجرين من احد الاشخاص اللي هذا الشخص هو يدفع
ايجارات ويرجع بعائدات ماليه الى الاوقاف، وما نعرف انه هذه الارض تابعه لاي وقف بالتحديد، لكن انه هي الاوقاف بصوره عامه. نتمنى انه من الدائره المعنيه او من المستثمر انه يعدل عن قراره، وبالتالي نرجع للارض للمواطنين حتى يعملون بالشكل الصحيح ويبقون عايشين حياتهم الطبيعيه مثل ما كانت وافضل. هذا كل ما كان عندنا في حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا لكم للختام، شكرا لكم، الى اللقاء. نلتقيكم على الخير والمحبه، الى اللقاء.